الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، أبناء الأعزاء، أرى أن عرضنا لمخاطر الصهيونية قد أسلمنا إلى إحساس باليأس، وأوقعنا أسار الإحساس بالأسى والألم. وربما يكون المرء بداخله إحساس أو ينتابه تساؤل، ماذا ينبغي أن يقدم المسلم تجاه هذه المخاطر؟ وماذا علينا أن نفعل في مواجهة هذه الصهيونية التي وقفنا على مخاطرها وآثارها على عالمنا الإسلامي؟ تأتي عزيزي الطالب صفحات هذا الدرس الذي خصصته لبيان هذا الجانب، ماذا ينبغي على الأمة تجاه أفكار ومخاطر الصهيونية، سبل مواجهة مخاطر الصهيونية، وذلك وفق عنصرين أساسيين. الأول، أن نبين لك سبل المواجهة لتلك المخاطر العارمة. أيضا العنصر الثاني، أبين لك شرحا كوافيا لتلك السبل التي نستطيع من خلالها بعون الله تبارك وتعالى أن نواجه خطر الصهيونية. إن السبل كثيرة، لكن أعظم سبيل هو أن يلجأ المرء إلى الله الواحد القهار. إن التوجيه الرباني الذي يرشدنا في مثل هذه الظروف يضيء لنا الطريق، ويبعث في نفسنا القوة، ويقوي فينا العزم، ويرفع الأمة إلى مصاف عالية، ويمكنها من أيدي أعدائها. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يشير إلى أهم نقطة من نقاط المواجهة، ألا وهي الصبر. يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. انظر، إن تصبروا شرط أساس، فأول ما نواجه به مخاطر الصهيونية أن تكون على الصبر. اصبر، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. إننا إن كنا قد فقدنا حبيب الإنسانية وخير خلق الله أجمعين، وهو أعظم مصاب ابتليت به الأمة، أما يحق لنا أن نواجه هذا الخطر؟ نعم، ببساطة ويسر نواجه خطر الصهيونية بالصبر. إن الصبر على ما يلقاه المسلم من أشكال الابتلاء والامتحان والأذى، ومحاولة الثبات وترك التزعزع، هجر التزعزع. ابدأ بنفسك مبتعدا عما يزعزع كيانك ويورث فيك اليأس والقنوط، وذلك بضبط النفس. إذن واحد، ضبط النفس. اثنين، التحكم في ردة الفعل، ذلك أنك عندما تواجه صهيونيا أو تواجه فكرة أو تواجه مدرسة تنتمي إلى هذا الخطر، اعلم أنك لابد أن تكون على القوة النفسية وعلى قوة الفعل، ألا تكون ضعيفا، فينبغي أن تتحكم في أعصابك حتى لا يؤدي ذلك إلى فرقة أكثر، وهذا ما يحقق أطماع الغير، ولا إلى خروج على جماعة المسلمين. إن الخروج عن جماعة الأمة يضع الأمة في مأزق التفتت والضياع. أيضا لا تتهور بأعمال غير مدروسة، كأن تتجه بعمل فردي دون أن يكون له من الدراسة الجماعية، والخروج عن دائرة القائد أو القيادة العسكرية أو القيادة السياسية أو القيادة الاقتصادية إلى غير ذلك. فالتصرف الفردي إنما دوما يأتي بالحمق الذي لا تجني منه الأمة إلا تشويه صورتها. كذلك لابد أن تكون بعيدا عن التدخل الدولي، بمعنى أنك فرد، وبمعنى أنك لك إرادة ولك إدارة قوية، لابد أن تتحد الجهود حتى تأتي النتائج المرجوة. إذن هذا هو أهم صورة من صور المواجهة. أيضا من صور المواجهة كذلك أن تكون على التقوى. لقد أمر الله بالتقوى. إن التقوى هي أن تمتثل بأمر الله، وأن تجتنب نهيه،
ومن ذلك أن تكون محبا لله، وأن تكون محبا لرسوله، وأن تكون صالحا في نفسك، ناجحا في حياتك. كيف يتسنى لمفسد أو مخالف لشرع الله أن يتحقق له الأمن من تلك المخاطر؟ الجواب كلا وربي، إنك إن شئت قوة لابد أن تكون ملتزما بالتقوى حتى ينجيك الله من براثن عدوك. لابد أن تكون على الإعداد، إعداد للقوة بمفهومها الواسع، القوة العلمية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية والاجتماعية والعسكرية والإعلامية. تلك القوة تخلق مجتمعا قويا، فلا تصمت تلك المخاطر أمام قوة هذا المجتمع. ومن هنا أعزائي الشباب، أستطيع سريعا أن أقف بكم على بعض الصور الفردية أو النماذج التي بها نواجه خطر الصهيونية، بإضافة إلى الصبر والتقوى. من هذه السبل، لا بد أن يكون لدينا اعتقاد صحيح وبث لهذه العقيدة الصحيحة في ربوع الأمة وأبنائها، أن نبني أبنائنا على عقيدة الوحدة. 2، أيضا ينبغي أن نقيم جبهة إعلامية إسلامية كبرى، ذلك أن الغرب يمتلك الإعلام، والصهيونية تمتلك القوة الإعلامية وتحشد قواها لتحقيق أهدافها، فماذا علينا ونحن نمتلك من الخيرات الربانية والعطاءات الإلهية المادية ما تستطيع؟ بل إن هذه النعم الربانية التي حبانا الله بها إنما هي قيد أطماع أعدائنا، فنعطيها بين أيديهم دون أن نستخدمها في مواجهتهم، وهذا خطر عظيم. أيضا من بين تلك الأسباب أو السبل التي نواجه بها الخطر الصهيوني، العمل على إنشاء بنوك إسلامية تحكم بشريعة الإسلام. نعم، إن الربا في كل صوره وأشكاله لا يتجني منه الأمة إلا الخراب والدمار، ولذلك لابد من إنشاء بنوك إسلامية تعمل بالبيع والشراء وتعمل بالمرابحة الإسلامية التي كان ديننا وما يزال شريعة ربنا هي الأساس الذي تلجأ إليه عقول أعدائنا قبل أبنائنا. أيضا من بين تلك الصور التي نواجه بها الخطر الداهم الصهيوني، إنشاء هيئة عالمية إسلامية تضم الزعماء المسلمين في كل أنحاء العالم، ذلك أن الزعامة الإسلامية إذا رأتها عيون الغرب وبالتحديد الصهيونية تهتز. القرآن الكريم يشير إلى هذا، حتى إنهم إذا ما حاربوا المسلمين حاربوهم بضعف وخوف، وإذا ما حاربونا بسلاحهم وهم يمتلكون قنوات ويمتلكون سلاحا عسكريا مدمرا، ولكنهم مع ذلك لا يمتلكون قلبا، أيضا لا يمتلكون فكرا، ولا يمتلكون قوة روحية تقف أمام أمة الإسلام. فإذا ما وجدوا الأمة اتحدت ضعفوا وهانوا، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله يشير إلى أن قلوبهم ضعيفة وعقولهم مهما تملك من قوة ومخاطر إلا أنهم أمام الأمة وأمام اتحاد قادتها يضعفون ويهتزون. أيضا من بين تلك السبل إنشاء قوة عسكرية وجيش إسلامي ضخم، فإن أوروبا بكل جيوشها وأفكارها الوضعية قد اتحدت، فكونت قوة اقتصادية وعسكرية وصناعية ومن ورائها الصهيونية العالمية. كذلك على المسلمين أن تجتمع كلمتهم وتجتمع اقتصادياتهم فيكونوا جيشا قويا، ولم يكن ذلك من وحي خيالنا، وإنما هو اتباع لما جاء في كتاب ربنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله قد أمرنا بذلك، فعلينا أن نحشد قوانا ونواجه أعداءنا بكل تلك السبل التي أسأل الله عز وجل أن يحقق بذلك قوتنا، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع شملنا، وأن ينصرنا على عدونا، إنه على ما يشاء قدير. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد أنهينا الكلام عن الصهيونية ومخاطرها، وأعتقد أننا بهذا العرض استطعنا أن نبرز تهافتها، أن نبرز يعني تهافتها، وأنها ليست بذاك الذي يخاف أو يخشى، إننا لدينا من الأسلحة الإيمان وقوة الاعتقاد ما يجعل هذه الأشياء
أمام أعيننا هباء شريطة أن نعود إلى الله.